السلام عليكم، والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف زينت عجينة الشول اللي سبق وعملتها. طريقة التزيين جدا سهلة وبسيطة لانه انا عملتهم بنفس اليوم وزينتهم، فما كان عندي وقت كتير. اخر الفيديو ان شاء الله راح اقول لكم كيف تزينون الحبات او تحشوها بطريقة تانية. ان شاء الله تعجبكم وصفتي لليوم وتجربوها وفرجوا ممتعة. لتزيين الشول اللي عملناها اليوم مثل ما انتم شايفين عندي هنا شوية اشياء، طبعا ممكن تزين وتحشو باي نكهة انتم حابين. عندي هنا شوي من الاسبريسو راح احتاجها بعدين، شوي من النوتيلا، شوي من السكر البودرة، كريمة الخبط اللي هي الويبين كريم او الكريم شونتي، طبعا اذا ما عندكم هذه ممكن تستخدمون البودرة، ولكن عوض ما تخفقوها بالحليب اخفقوها بكريمة الطبخ وتعطيكم نتيجة افضل. راح استخدم شوي من الراسبوري اللي هو الفرومبواز، وايضا عندي هنا جناش الشوكولاتة اللي سبق وعملته اللي معمول من غير كريمة، يعني بالزبدة والحليب فقط، هو اللي طالع عندكم الطريقة الان بالشاشة. طبعا اول شيء راح اعمله هو اني اخفق الكريمة. كمية الكريمة ما هي محددة، على حسب يعني عندنا ميزان مثل ما يقولون، فراح اخفق الكريمة ونرجع. مثل ما انتم شايفين انا هذه الكريمة جهزت معي. راح نبتدي بتزيين الحبات الطوال، بس ملاحظة حبيت اقولها، لما يطلع عندنا الشو من الفرن لازم يفضل يعني منتفخ بنفس الارتفاع اللي كان فيه من البداية، لانه اذا رجع نزل معناته انه عجينة الشو لساته داخلها سائل، فهي المفروض بعد ما تنطبخ كده بتكون يعني كلها معبياها وناشفة من جوا، ما فيها ابدا لا سائل ولا رطوبة. اوكي، طبعا هذه الان راح افتحها من ناحية واحدة، استغفر الله، بهذا الشكل. انا سبق وفتحت هدول. اوكي، راح نجي لقلب كل واحدة ونعمل كريمة. طبعا هدول الان راح احط عليهم الفرومبواز اللي هو الراسبوري، طبعا ممكن تستخدموا اي نوع فواكه انتم حابين، بس انا احب هذا زي كده. نحن بناكل تعرفوا فوائد الفرمبواز كتيرة، غير كده بنحصل على شيء فريش وكتير طيب بالحشوة. لحتى نتأكد انه الحبات ما راح تجلس تتحرك معنا الغطاء اثناء التقديم، بس هذا نعمل زي كده، بس خط صغير من الكريمة على الفرمبواز، هذا راح يخلي القطعة اللي فوق تلصق. اوكي، زي كده نقفلها. طبعا ممكن تحشوها وهي قطعة بلا ما تفتحوها اصلا، بس غالبا تنحشى كريمات فقط. انا احب هذه الطريقة لانه اقدر احشيها فواكه او اي شيء تاني انا حابة. اخر شيء عندي هنا الجناش. اوكي، انا ما احب اغطيها كلها، وانما زي كده اعمل خطوط. ثم هذه مباشرة بعد ما خططتها حط عليها اللوز الفيلي لحتى يلصق لنا على القناش اللي حطيناه فوق. اوكي، زي كده هذه المجموعة صارت جاهزة ومزينة عندي. طبعا اللوز هذا سبق وحمصته، ما بعرف اذا ذكرتها ولا لا. اذا ما عندكم اللوز الفيلي ممكن تستخدمون اللوز القطع حتى هو يطلع كتير حلو. اوكي، هذول صاروا جاهزين، نجهز المجموعة الثانية. بالنسبة للمجموعة الثانية راح نجهز البجع، بس أول شيء راح أعمل له هنا عين. أوكي، أنا هدول كتير تحمروا معي لأنه آدم كان معي بالمطبخ ونسيتهم نهائيا، انشغلت مع ابني لما رجع من المدرسة، بس يلا مو مشكلة، ما ينفع أعيد الوصفة لحتى أعمل هالثلاث حبات بس لأنه محمرين كتير. طبعا لحتى نفتح هذه الحبة اللي توسخ بالقناش نجي للحبة زي كده ونفتحها. أوكي، ثم هذا نقسمه على اثنين زي كده. هذه الحبات اللي قسمناها على اثنين هي اللي راح تكون الجوانح. الان بوسط الكريمة راح نملى البجعة بهذا الشكل. اوكي، كتر الكريمة خصوصا بهذا المكان اللي راح نغرس فيه راس البجعة. اوكي،
بعدين بنجيب هذا الجوانح، ممكن تعملوها زي كده او ممكن تعكسوها زي كده. اوكي مثل ما انتم شايفين هي كانت هدا، راح اعكسها كده ثم احطها. انا حنجيب هذه، طبعا اذا حسيتوها كتير طويلة ممكن تقصروا منها شوي، ونغرسها هنا لحتى نحصل على راس البجعة. اخر شيء ارش عليهم شوي سكر البودرة، بيعطيهم شكل كتير حلو خصوصا على المنطقة اللي هي الجوانح. خلاص زي كده يعتبر هذا صار عندي جاهز. اوكي اخليه على جنب واحشي معاكم ثالث حبة. بالنسبة لاخر شكل ممكن تضيفوا عليه شوي من النوتيلا، انا ما اخذت النوتيلا لانها عندي كتير باردة، فما كان راح احط بس شوي من القناش. اوكي تقريبا كده ملعقتين صغار، وراح احط ايضا شوي من الاسبريسو لحتى احصل شوي على طعم القهوة. طبعا عندي هنا الاسبريسو اللي هو سريع الذوبان. اوكي لا تستخدمون اسبريسو تاني لانه في نوعين، في الخشن وفي الناعم. هذه بفوقها شوي وبعدين ادوق هل تحتاج سكر او لا، لانه عندي الشوكولا شوي على مرار وايضا الاسبريسو طعمه مر. فانا بعمل بعد ما عملت زي كده اقدر ادوقها هل ببين فيها نكهة الشوكولا والاسبريسو ولا لا. مرة عرفت انها راح تطلع مرة. طاحت الملعقة. عندي هنا السكر البودر راح نخلى عليها، هنا عندي ملعقتين. اوكي خلاص زي كده هذه الحشوة صارت عندي جاهزة، هذه نجهزها لحتى نحشيها بالحبات التانيين. نفس القمع اللي كان عندي في القناش الكيس هذا حطيت فيه قمع دائري. اوكي ما في داعي نستخدم كيس ثاني لانه اصلا راح يتوسخ، فعادي طالما انه قناش وهذه الكريمة يعني لونها على بني فما يأثر اننا نستخدمه. اوكي زي كده اخذ الكريمة، هذه الحبات راح اخذها زي كده بعمل فتحة بالوسط. اوكي طبعا احنا ممكن نعمل هذه الفتحة بهذا الراس قبل ما نركبه بالقمع، انا لاني ركبته جالسة اعمل فتحة بالموس فعادي زي ما عملته ما يأثر. طبعا احنا نعمل الراس لحتى لما نضغط كده نقدر نتحكم به ويفضل جوا. اوكي نضغط الكريمة لحتى نشوف انه بانت عندنا من هذه الفتحة. خلاص شايفين زي كده. اوكي ادم عامل حرب وحده. ثم بنجيب هذا القناش البروفيترول. اوكي زي كده بشويش نغطس راسها بالقناش، نحاول نشيل الزايد زي كده. شنو باغي ماما؟ شنو هذاك؟ اوكي وات ولا مان، هذول هم الحبات، هذول راح احط عليهم شوي من هذه الحبوب الملونه. شنو بغى ماما؟ You want to eat what? شنو بغى تاكل؟ زي كده. بعد شو ماما كلر فيش سلو. عندي هالورود الصغيرة المعمولة من الايسنج راح احطها على كل وحدة، ها نوع من الزيرة ما راح نخسر شيء، بس طبعا مو ضروري. اوكي خلاص زي كده بيكون الشكل التالي جاهز عندي. خلصت تزيين، مثل ما انتم شايفين انا استخدمت كريمة الخفق فقط لانه نفس اليوم عملت الشو نفس اليوم زينت فما كان عندي وقت كتير. اذا ما عندكم كريمة خفق متماسكة ممكن تعملون كريم شونتي البودرة، بس حاولوا تخفقوها بحليب كامل الدسم يكون كتير بارد، وممكن تضيفوا عليها مربع جبن كيري بيعطيها قوام وطعم كتير طيب. طبعا عجينة الشو نحشيها دائما بالكريم موسلين، سبق ونزلتها حبيبتي مونيا اللي طالعة عندكم بالشاشة الان، وايضا رابط كيف عملت الوصفة موجود بالبطاقة بصندوق الوصف. ممكن تعملون ايضا كريم باتيسير اللي سبق ونزلته، ممكن تخلوا عليه نكهة فانيلا او تضيفوا له ملعقة من الكوكو باودر والقهوة وتدوبوهم بالحليب اثناء تكونون تعملون الكريم باتيسير. الحشوة زي ما تحبوا احشو، يعني الموضوع راجع لذوقكم انتو.
خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، كل الروابط راح تلاقوها بصندوق الوصف. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، ومع السلامة.